اليوم. كيما اليوم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 9 نوفمبر 2020، انطلاق الاجتماعات المباشرة بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية. ملتقى الحوار السياسي الليبي هو سلسلة اجتماعات ليبية داخلية بدأت في أواخر عام 2020 بهدف الإسراع في إجراء انتخابات ليبية وشرعية ديمقراطية للمؤسسات. واصل منتدى الحوار السياسي الليبي عملية السلام الليبية اللي تجري في سياق الحرب الأهلية الليبية الثانية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2510 لعام 2020 اللي صادق على مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير الجولة الأولى في ملتقى الحوار السياسي الليبي من 7 إلى 15 نوفمبر 2020 في العاصمة التونسية. جمع الملتقى 75 مشارك ليبي من ساور رجال اللي يمثلوا ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي. الخلفية هي تحول احتجاجات الشوارع في الربيع العربي الحرب أهلية ليبية أولى عام 2011، الشيء اللي أفقد الزعيم الليبي معمر القذافي السلطة وتعرضوا للإعدام دون محاكمة. كانت الترتيبات الانتقالية ما هيش مستقرة، الشيء اللي أدى لاندلاع الحرب الأهلية الليبية الثانية بين الحكومات الليبية المتنافسة. في أواخر عام 2015 اقترح اتفاق الصخيرات انتقال مؤسسي باش يوحد مؤسسات الدولة الليبية. اقترح مؤتمر باليرمو في نوفمبر 2018 عقد المؤتمر الوطني الليبي والانتخابات الوطنية في عام 2019، وأدى هجوم أفريل 2019 على طرابلس من طرف الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إلى تأخير عملية السلام التي عاد إطلاقها غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ضمنت خطة سلامة وقف إطلاق النار واجتماع دولي للدول اللي تنتهك حظر الأسلحة، القرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973، واقترح مسارات تفاوض ليبية موازية مقسمة إلى أجزاء اقتصادية وعسكرية وسياسية. بدأت محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجلستين في 7 و8 نوفمبر عن بعد، واستمرت باجتماعات مباشرة من 9 إلى 15 نوفمبر، وقامت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز بتيسير المحادثات بدعم من فريق من البعثة يمثل مختلف الأقسام وفريق من مركز الحوار الإنساني، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التنظيمي والتشغيلي لملتقى الحوار السياسي الليبي. في ختام الملتقى توافق الممثلين الليبيين على خريطة الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة وديمقراطية وذات مصداقية. هذا صار في 24 ديسمبر 2021، نهار تاريخي يصادف مرور 70 عام منذ إعلان ليبيا استقلالها في عام 1951، ويمثل فرصة للليبيين لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار طريق جديد للمضي قدما نحو الاستقرار. وتمثل خريطة الطريق عملية قائمة على الحقوق وتستجيب للأمال والمطالب اللي عبروا عليها العديد من الأطراف المعنية الليبية والفئات والأشخاص من الليبيين اللي انخرطت معاهم الأمم المتحدة في مناقشات طوال هذه العملية وحتى الآن. إن شاء الله الشعب الليبي الشقيق يسترجع الاستقرار السياسي ويستأنف بناء دولة ليبيا. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كيما اليوم.